بسم الله الرحمن الرحيم. إذا يأتي تنظيم البطولة الإقليمية للعدوى الريفي المدرسي في سياق تفعيل البرنامج الجهوي والبرنامج الوطني للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية في إطار تنظيم هذه البطولة الإقليمية، والتي جات كذلك تخليدا لذكرى عزيزة علينا وعزيزة على الشعب المغربية، ذكرى عيد استقلال المغرب. إذا في هذا السياق شهدت هذه البطولة نجاحا كبيرا على المستوى التنظيمي من خلال انخراط جميع المتدخلين الفاعلين من السلطات الإقليمية وأمن ودرك ملكي وسلطات محلية، وكذلك جميع المجتمع المدني والصحافة المكتوبة وكذلك الصحافة الإلكترونية ومختلف فعاليات المديرية الإقليمية للعرائش. هاد البطولة كما قلت عطات واحد النجاح والإقبال، وتزامنت مع واحد الجو اللي كان تاجو على المستوى ديال الطقس جميل وجيد، وفي واحد حلبة للسباق من أجود الحلبات على الصعيد الوطني. فطبعا كنتمنى بأن تكون هاد البطولة فاتحة على الإقليم واحد نقطة بداية نحو تفعيل وتنزيل البرنامج الإقليمي في سياق الرؤية الاستراتيجية لكمية الرياضة المدرسية ومكتبة الأنشطة المدرسية، وتحريكا لآليات الحياة المدرسية. شكرا. شكرا.